حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسع ماني كرار حباب. فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، حياكم الله في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار المهمه والاحداث والترندات اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا. واليوم انا تعبان وميت تعب وجاي شكلي هيك، سيارتي عاطله صار لها ساعتين، صلحت قبل البرنامج بعشر دقائق وجيت للاستوديو. يعني اليوم اي خبر بيضي مقهر الله شاهد، يمكن الحلقه تنمنع اليوم متلفظ، يعني ما اقدر ايش راح احكي، اي شيء راح احكي يعني بعد تظلت يمكم. اول موضوع عندنا في فقره فيس تو فيس، صارت منافسه بين من وبين من، يعني بين منظمات الصحه، ماكو يعني بين صحه الديوانيه وبين صحه صلاح الدين، على والله منو يبوق اكثر، زين منو ياخذ اكثر فلوس. منافسه صارت بيناتهم، يعني اللي ما يبوق اكثر صار يعني مو خوش يشتغل. منافسه صارت بيناتهم، هذا موضوعنا الاول. صحه صلاح الدين كامشينها بمبلغ هدر بالمال العام واختلاس 6 مليار دينار، هذولاك يشترون فازلين ب 48 مليون، ويشترون جدر مال الطبخ اللي ما ادري ايش يسوون به يشتروه بمليون و300 الف الجدر الواحد، زين يتفننون هذول 6 ايش اشتريت؟ سباق هو يا اللي يبوق اكثر؟ سباق؟ مو ما بينا حل، تعبنا. صحة صلاح الدين وصحة الديوانية قاموا يسابقون، باكر تطلع لنا صحة نينوى لو صحة بغداد، زين عمي ماكو شيء والله العظيم، ماكو شيء، تعبتونا. يعني عندكم سباق فورمولا 1 يالي بوق اكثر؟ لو شنو الوضع، شنو الوضع العام شنو؟ هذا هو موضوعنا الاول في فقرة فيس تو فيس اللي راح نناقشه في حلقتنا، اللي هو موضوع الفلوس، الهدر بالمال العام اللي من خلاله الناس تبوق بفلوس الدولة. دائرة صحة تقول هيئة النزاهة في العراق تضبط فسادا ماليا بقيمة 6 مليار دينار من خلال عمليات شراء مواد وهمية في دائرة صحة محافظة صلاح الدين. زين انا افتهم، هذولاك اشتروا فازلين ب 48 مليون، وراها اشتروا جدار مال الطبخ الجدر الواحد بمليون و300، هو جدر مال تيفال، حتى التيفال ب 60,000. زين هذول مواد وهميه، المواد الوهميه شنو؟ هسه تطلع سياره لابن شو اسمه هذا هو مسؤول الصحه مالتهم، ابن عمه طالع سفره على حساب الصحه، صحه صلاح الدين، حتى الاسم صعب، الله اكبر، بس بوق ما عندكم شيء اسمه فائده. زين اللي يروح لكم على علاج ما تطو، اوبرا ما عندكم، باراسيتول ما عندكم، زين هي الاوبرا بالكانوله. صالح يقول استفاد، وفوق القهر والضيم يصيرون حكومه براس الفقير. يا حكومه خلينا ساكت، قلبه محترق. يا حكومه حكومتي ايش؟ استغفر الله. عقبة الزبيدي يقول الحكم اي شنو الحكم؟ خروج المتهم بكفالة ودفع تعويضات 1,000 دينار. يسووها يطلع بكفالة ويدفع، يعني كل راس شهر او بالسنة يعني عادي يدفع 1,000 دينار، طبيعي جدا طبيعي. مجيد يقول موظفين الصحة ايش بيكم تخبلتوا؟ معودين ليش هيك؟ لا عليك الله، احكيهم بقوة، احكيهم ارجع تليفوني بلقى، احكيهم بقوة بالله اكثر بعد، ايش بيكم تخبلتوا؟ لا ما تخبلوا. يقول فوزي ومن تحكي على الصحة وتقول ادوية ماكو والمواطن واقع بيها يزعلون المستفيدين من الفساد، حسبنا الله ونعم الوكيل. هو ما كاتب ونعم الوكيل، بس انا يعني انا من يوم ضايفها
زين على كل من سرق قوة الفقير. صار لنا من 2003 صار لنا 21 سنة ندعي عليهم ولا صار شيء. 20 سنة مدري 21 سنة ندعي وكل شيء ما صار بهم. فخلي نشوف شيء غير الدعاء. الدعاء ما قام يجيب نتيجة وياهم، فشيء غير الدعاء نشوفه. شنو السالفة؟ طبعا اخر تعليقين من عقيل يقول: تدري اذا تروح للمستشفيات مال المحافظة ما ينطوك علاج، ينطوك حرمل وبخور. حرمل وبخور. حياتي تقول 6 مليارات سهلة هذني، مصرف جي بي على اساس مصرف وش. هذا كان موضوعنا الاول في فقرة فيس تو فيس، اللي هو موضوع دائرة صحة صلاح الدين اللي قامت تتغار من دائرة صحة الديوانية. هذول يبوقون ذول يبوقون سباق مال فورمولا 1 بيناتهم، هذا باكشي هذا باكشي. ليش يعني؟ مو حرام البلد رب العالمين، فساد، هذا سرقة، هاي سوالف كلها مو قبالكم. هذا كان موضوعنا الاول في فقرة فيس تو فيس. اما موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، عمي الله بالخير، انتو ذا هالقد عدد حالات الطلاق ليش تتزوجون؟ زين الهاي بالانستغرام وبالسناب وان الحب والحبيب، شنو هالوضع؟ شنو يعني انتو ذا مو قد الزواج ليش تتزوجون؟ ليش ترحون؟ عدد حالات الطلاق لشهر تموز الماضي، هذا اللي انكتلنا به من الحر، ما اكون اتغطى بطانية من الحر، بلغ 4827 حالة طلاق بشهر واحد. 4827 ليش؟ زين ايش قد عدد الزواج اذا بس الطلاق 4800؟ ايش قد عدد الزواج يصير بالشهر؟ انتوا ذا مو قد الزواج ليش تتزوجون؟ عم والله تعبنا، والله العظيم تعبنا. اخلي ديه بجيوبي، يقول ليش تخلي يدك بجيوبك؟ عم من القهر والله العظيم، من القهر. 4827. زين اذا نجي نحللها وحده وحده، بالله وحده تجاوزت على زوجها، حاله طلاق زوجها تجاوز عليها، حاله طلاق ما تفاهموا بيناتهم، حاله طلاق تحب ماجد المهندس وهو طلقها لين تحب ماجد المهندس، حاله طلاق لين راحت لها زعلانه. يخلصن توصل الحد 100 وتخلص المواضيع، تخلص بعد ال 3000 الا 4000 الباقيات شنو ما حد يدري. يعني غير اكو اسباب. زين انت اللي جاي تجي تطلقهم بالمحكمه، زين السيد اللي جاي يجي يطلق او المحكمه ما ياخذ منهم اسباب حتى بلكت نشوف شنو السبب، حتى باكر عقبه من الزواج ما نسويهن حتى من نطلق. هذا هو الترند الثاني في فقره فيس تو فيس. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت في هذه الفقرة. المحاكم العراقية تسجل 4827 حالة طلاق خلال شهر تموز الماضي، الشهر اللي انكتلنا به من الحر، هل قد صار به عدد الطلاق؟ عمي والله ماكو شيء. على العموم التعليقات، يقول انمار: ارقام مرعبة تدل على تفكك اسري ومحنة كبيرة للمجتمع لا يعلم بها الا الله ولا من حلول. هو انا ليش سالت يا انمار انه بلكت انه نعرف الاسباب حتى بلكت نلقى حل، لا اكثر ولا اقل، يعني نلقى حل. حتى هسه احنا مقبل، ويجيك واحد يقول لك ليش ما تتزوج؟ انت ايش عليك؟ ما لك دخل، لا هذا قراري، لا تتدخل، انا ما اريد اتزوج. يجيك واحد ليش ما تتزوج؟ يلا انت حتى صير 28، صار 4828 تريد نمو. يقول امير كمال الدين: صدقوني البنيه اللي تبقى محافظه على تربيتها واخلاقها بهذا، ما ادري بهذا الوقت التعبان، الوقت التعبان اعتبرها مسوي انجاز كبير، لان المجتمع اللي احنا بيه يغير كل شيء للأسوأ. كل الاحترام والتقدير للثابتين. شنو هذا يعني مجتمع ثابتين؟
المهم طلع تعليقك بعد هذا هو أمير كمال الدين. عمر يقول يمكن صار أنا 4828 لأن أكو صياح بالمنطقة بين رجال ومرته. والله أنا هسه من جيت شفتهم يتعاركون. ساري تقول أو يقول ساري السبب الرئيسي لهجوم البيوت هو الموبايل. هذا يعني شنو السبب الرئيسي هذا يعني؟ شلون يصير سبب رئيسي؟ هذا يصير سبب رئيسي لهجوم البيوت؟ اكو شيء ما مرتبط بشيء ثاني ما ادري ايش يصرحوا له. يعني هذا ليش يطلق؟ هذا ليش يطلق؟ ما اعرف. خلينا نغلس التعليق نعبره. أكرم يقول البنت عندما تتزوج كانت تقتنع بحياتها مع زوجها، أما الآن فهي تريد أن تعيش أجواء المسلسلات التركية. يعني شنو تعيش أجواء المسلسلات التركية؟ يعني شنو يعني تعيش أجواء المسلسلات التركية؟ يعني نور ومهند يأخذها للبحر، عندنا بحر حتى يأخذها، يعني وين يوديها؟ يعني مثلا تعيش اجواء المسلسلات التركيه، وين يوديها؟ وين يوديها؟ والله يا ما ادري شو اسمك انت اللي علقت اخر تعليق. هي المسلسلات هواي بس يعني مال انه تعيش ما اعرف شنو هذا، انا الموضوع ما اعتقد انه ممكن تعيش الاجواء التركيه. يعني خلينا نعبر الموضوع، نروح لموضوعنا الثالث اللي هو واحد صيني مكسر ثلاث اضلع لزميلته من حاضنها. يعني سلام وحضن مكسر لها ثلاث اضلع. ادري شنو محروم ثلاث اضلع مكسر لها ليش؟ شنو حاضنها؟ بوكلين؟ بشنو؟ بسفيفة حاضن؟ بشنو حاضنها؟ بشنو؟ صيني يحضن زميلته زين ويكسر لها ثلاث اضلع. ليش خطية يعني؟ هيك محروم انت؟ هاي الاضلوع المكسرة مالتها، هاي الصورة من الضلوعها المكسرة زين؟ هاي ثلاث اضلوع مكسره، ليش خطيه مو خطيه؟ ما يكسر ضلع بالشوقه مو مشتاق، انت يعني نفذتها هاي هذا الشعر يعني قولا وفعلا وقولا وفعلا قولا واحدا. ما يكسر ضلع بالحضنه مو مشتاق، ما مشتاق ليش؟ هذا هو موضوعنا الثالث في هذه الفقرة. خلينا نشوف ونشوف تفاصيله ونشوف هذا الصيني اللي كسر ثلاثة أضلع. تقول محكمة صينية تغرم شابا 1500 دولار بعد أن حضن زميلته بالعمل بقوة وتسبب بكسر ثلاثة من أضلعها. هيك حاضن هيك أدري شنو من حضنها هاي؟ أنت هيك محروم يعني؟ ليش مو خطية يعني؟ خطية ما هيك يعني هاي الحضنة الحاضنها. يقول حسن هادي الما يكسر ضلع بالحضنة مو مشتاق. يعني ليش يكسر ضلع؟ ليش؟ يعني شلون يحضن؟ طبق كلام الشاعر الما يكسر ضلع بالحضنة مو بس شو يعني شلون حاضنه هيك؟ هي خطية غير محروم هذا عم الزوج ماكو شيء. بعدين هسه هاي الصينية ثلاث اضلع بالحضنة سيارة انتي شنو ميد ان تشاينا صدق لو قالوا. يقول حسين يذكر ان هذا الشاب هو من اصول عراقية. لا تكذب، عوف العراقيين بحالهم، لا من اصول ما تضحك التحشيشة هاي ما تضحك من الأخير ما تضحك. شوف لغيرها.
يقول أو تقول رنا هذا الصيني ما يتحمل بساعة ينكسر. الصيني ما يتحمل مو هو سيارة إمجرا شيري هو سيارة شيري كيو كيو هو غير بنية خطية كسر ضلوعها خرب يومك شلون حاضنها أنت ما أدري. أبو عذاب يقول هذا لو محروم لو هي عندها نقص كالسيوم حللها أبو عذاب حل عندها نقص قبل حلل لها وخذ لها عينة من الدم ومن المعرف شنو ولا عندها نقص كالسيوم يما أبو عذاب بسرعة كل شيء نحلل إحنا. يقول علي نعمة يمكن كان يشعر بالبرد الشديد فلم يشعر بتكسر أضلعها لرقتها. الله قام يكتب أبو شو اسمه هذا علي نعمة المعمور قام يكتب بها الصورة مالته مال جنسية علي الصورة مالتك مال جنسية هاي صار بالجنسية لو صار بالهوية مال إجازة السوق صار بجواز السفر ما يصير تصير بروفايل بيكتشر ما يصير أبد. هاي الصورة مكانها يا أما بالهوية زين أو بالجواز مال المعاملات ما يصير تخليها بروفايل بيكتشر أبد. خل لك صورة تقاعد يجي واحد ياخذ لك صورة بورتري زين هيك بالعرض بالطول سيلفي كل شيء يرهم بس هاي الصورة ما ترهم. يعني بس حبيت أبلغك هذا هو كان آخر تعليق من قبل علي نعمة المعموري حول هاي الخطية. والله هذا الصيني والله العظيم خطأ مكسر ضلوعها كسرهن تكسر عمي خطية شجاك يا أخوي يا حبيبي شجاك ماكو شيء. موضوعنا الرابع يعني هي هالمواضيع هاي الأيام كلها غريبة هاي الأيام. موضوعنا الرابع تدرون شنو؟ طفلة تركية هاي الطفلة عضتها حية منا قامت عضت الحية وكتلتها. أول شيء هي تخبل شلون بريئة في دول الله بس حية عضتها منا تقوم تعض الحية وتقتلها لأنه عضتها. أما هاي من تكبر الطفلة ما حد يقدر ياخذ حقها تاخذ حقها كامل مربع تاخذ حقها ما حد يقدر لها ماكو ايش طفله تاخذ حقها بيدها. عم زين هاي والله العظيم زين عاشت ايدها عضت الحيه وموتتها. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله في فقره فيس تو فيس اللي انتشر بصوره كبيره جدا. يقول طفله تركيه تعض أفعى سامة وترديها قتيل انتقاما منها بعد أن لدغتها من شفتها. عفية بالسباعية عفية حقك هذا أهم شيء حقك. التعليقات تقول ميادة والحية ماتت والطفلة عايشة. أي الحية ماتت والطفلة عايشة بيش طالبتها ميادة بيش طالبتها ميادة. ريمة تقول واني اذا ابو بريس بالغرفة ابات بالطرمة. ابو بريس يخافون من ابو بريس. يلا عساس انا من الشي اسمها الحشرات اخاف. رنا تقول لو بالعراق كان صارت نائبة مستقبلا شنو الربط بينها وبين النائب وبين العراق؟ لو بكل شيء تجيبون العراق لازم تدخلون العراق بكل شيء يعني ما عندكم غير هذا الشيء. العراق لازم يدخل بكل شيء. يقول او اي حسن يقول واحنا بنات اخوي بس قدرت علي يتفلن علي. بنات اخوك ايش فيهن؟ والله يا حسن ما ادري ايش اقول لك. خالد يقول هاي لو بالعراق هم قال شي يصير يجيبوا هاي لو بالعراق شي يصير هاي لو بالعراق ليش لو بالعراق يعني ايش راح يصير لو بالعراق. يقول خالد هاي لو بالعراق كان هسه الطفله طير من طيور الجنه لين حتى مصل ضد لدغات الافاعي
ما عدنا بالمستوى. والله عمي صحيح، انت صحيح وانا اعتذر منك. زين انت صحيح وانا اعتذر منك، لانه فعلا هاي لو بالعراق كان ما لقوا لها اي حل. طبعا انتهت اخبارنا في فقره فيس تو فيس لحين انتهاء موضوع لدغه الحيه. زين ما ادري شنو تذكرت مال الحيه، ما ادري شنو حيه يا حيه يا مراسين، ما ادري شنو بعد هي كتلتها. الله محمد وعلي وياها. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وفقره الترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في فقره الترند تيوب. الفيديو الاول اللي عندنا بهاي الفقره دائما ما يتكرر، يوميا يتكرر، يوميا احنا نلقى اشياء من هذا القبيل موجوده بالشارع بس خلينا نشوف الفيديو وراها نسولف، عندنا حكي هوايه. طلع بالوشم، طلع بالوشم بالعركة وهذا هو كل ساعة وطلع بالوشم. شنو يعني شوفوني مسوشم؟ يعني شوفوني مسوشم هسه؟ هي عوفك من ضارب رجل المرور؟ شوفوا لاحظ، شوف عزيزي المشاهد على قوت هذا، تفضل راح يطلع بالوشم بقى، راح يسوي هيجي اثناء العركة، راح يكف الردان. يعني شو شبيه الوشم؟ بقى 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 فتحها للوقت. شوف باوع، لا ما يقول له جرني، يقول له طلع الوشم، يريد يطلع بالوشم، ما يمشي يطلع الوشم. زين مو هذا، هذا والله هو العتب على شرط المرور. يا اخوي انت جثه قدك ايش كبرك؟ ارد ما بكله ارقع بالقاع، هو ها قدوته. زين ليش تخليه اعتداء؟ وانت مصوجك والله، انت رجل القانون وانت اللي تحمل السلاح وانت اللي تنظم اشارة المرور وانت اللي واقف بالشارع، يجيك واحد مثل هذا اشعاط ومعيط ومني تعرف اشعاط ومعيط وجرار الخيط من امه؟ ايش ارد اعرف اشعاط وارد اعرف معيط وارد اعرف جرار الخيط؟ لا حد، انا ارد اعرفهم والله العظيم عن الشقة. زين انت يجيك هذا جرار الخيط وهذا جرار الردان، جرار الردان هذا، اردم بالقاع اصيح جماعتي يا به هذا راح يجي تعارك وياي، تعالوا اقتلوه خلوه بالبدي وسجنوه. ليش تخليه يتجاوز؟ يجوز انت الرجال فقير بعد ما اعرف. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي انتشر بصوره كبيره جدا في كركوك. سجد تقول شنو ذنب رجل مرور مسكين بالشوارع والجو نار؟ والله ما اعرف شنو ذنبه. حسين يقول للأسف أصبح القانون يتعرض للاعتداء ورجل المرور رجل قانون، وهذا يدل على أن من يحكمون العراق ليس لهم علاقة بموظف الدولة، لأنهم لا يعرفون سوى أنفسهم، ومتى يسرقون قوت الشعب حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا يا حسين العادلي. طاديو ابو ماجد يقول يسجن هذا الرجل مدة سنة ويدفع غرامة مالية 10 مليون دينار لشرط المرور حتى يحترموا القانون. عاشت ايدك.
من أمن العقاب أساء الأدب. لازم فتشي رادع، لازم فتشي رادع. يقول مهند مرات المرور يطلعك من دين الإسلام. ليش المرور يطلعك من دين الإسلام؟ يعني هو شيء، اطلع من دين الإسلام إذا ما عاجبك، اطلع، طلعك من دين الإسلام على أساس شنو؟ يقول يجي يقص لك وصل بمئتين ألف ظلم، والله شنو عنده دفتر وصولات ويريد لازم يخلصه بنفس اليوم. هاي تشاقه هاي، يعني ما عنده دفتر وصولات ويريد يخلصها بنفس اليوم، يعني شو شنو؟ يجي ويكتب عامي شامي طابق غلط يكتب لك، ما مبينه. أنا كان بيا كورونا، رحت للمستشفى بيا كورونا، عفت السيارة بالشارع، كتب لي وصل. قلت له أنا، قلت له ابتعد عني، أنا بيا كورونا وجاي حلي. قال لي ما يخاف، كتب لي وصل. أنا غلطان، ماكو مكان أطبق السيارة، طبق اتحمل لك 50 ألف. هاي الحكي ب2020 من كانت كورونا ترعب، مو هسا صارت فشي. هو صدق هذا أبو فايزر اللي صنع الفايزر هسا مصاب بكورونا وماخذ 3 جرعة. آخر تعليق من ايادي يقول هاي خوش سالفة، خطية ابو المرور واقف بالحر والبرد، ليش واقف ببلاش؟ خلي شوية يحترمون الناس، الناس هم خطية، يسوقون سياراتهم بالحر 60% من المرور يدارون رشاوي من السواق، 60% 60 قبل سواهم 60 60% سواهم 60 يعني من 100 60 سواهم. عم يدعوا الناس بحاله هسه، ماكو شيء يعني، اكو هواي ياخذون. انا اقول لك يا اكو هواي ياخذون وهذا، بس مو 60 من كل قلبك انه كاتبها 60 بال 60. هذا كان الفيديو الاول عندنا في فقره ترند تيوب، والفيديو الثاني في هذه الفقره هو فيديو شايف من تسوي شيء بس ما يقبل يتروح وترجع. هذا حظي هو هذا حظ الفقر. اكتله ويرجع لي، اكتله ويرجع لي. شوفوا هذا الفيديو، خطيه بنيجيريا جاي يسوون يعني فالتوعية على مود يعلمون الناس شلون يطفون النار، وما قدروا يطفوها ابد. رابع مرة مشتغلت بالضبط. هذا حظي الفقر، اكتله ويرجع لي، اكتله ويرجع. ولا حد يقول لي شلون تقتل حظك، ما اعرف، بس هو هذا هم يعني انا هسه راح امثله بالعراق. يعني ها شلون العراق من يقتل داعش ويرجعون يحرر المحافظة هيك زين، شلون مثلا رؤساء الوزراء العراقيين والوزراء العراق والنواب مال البرلمان تديله على قفاه ويرجع تاني، ياخذ على قفاه ويرجع تاني. بالضبط هاي الفشله مالتهم، فشل ذريع. خطيه اشوف التعليقات شنو كانت حول هذا الفيديو اللي انتشر بصوره كبيره جدا في فقره ترند تيوب. على قولته هذا 60% 60 من كل قلبه 60%. ايش قد مضوجين اهل المرور؟ 60% 60% فاسدين اهل المرور، خطيه عم الناس قبل 60%. يقول ابو الوليد الاطفاء بثاني اكسيد الكربون لا يستعمل في الاماكن المفتوحه ويستعمل في الاماكن المغلقه فقط، هو نظيف
ولا يتلف حتى المواد الغذائية وفي الأماكن المفتوحة. أما الرغوة أو الباودر كل شيء ما افتهمت أنا أجيب هذا خلا هذا أي المهم هو CO2 ما أدري خليه بيناتنا أبو شو اسمه. ورد ورد تقول لا حصلنا إذا هالقدوتها ما قدروا عليها. إيه حصلنا حصلنا 60% 60 من كل قلبه كاتب 60%. وردت اليوم شكل ورد اليوم قامت تطلع ريحة ورد من الشاشة هواي ورد اليوم. تقول حالهم مثل حال العراق قبل عرقتوها. هيثم يقول المعنى الحقيقي للدقة الناقصة. اي والله صدق هاي الدقة هذا المعنى الحقيقي مال الدقة الناقصة. بعد شو تريد؟ علي حسين يقول شكلي وانا احاول احل مشاكلي. صح انا وياك. هذا كان الفيديو الثاني عندنا في فقرة الترند تيوب اللي هو الفيديو اللي فشل خطية هذول يعني والله العظيم خطية فشلهم فشلة بنيجيريا وقدام الناس يعني وهذا زين وفشلهم يعني خطية والله. الفيديو الثالث والأخير في هذه الحلقة فيديو بمعاني وعبر كبيرة جدا. ما أريد أحكي فصحى. فيديو بمعاني ما يعني مستحيل إنه تلقى أشخاص بهاي الدنيا يسوون مثله. البعض ممكن يسوون بس المعظم ما يسوون. البعض يسوون المعظم ما يسوون. فيديو جميل جدا في المكسيك لأوفى مخلوق على وجه الكرة الأرضية. مرات يقولون الختام مسك فأنا ردت أختم بهذا الفيديو لأنه فعلا هذا الوفاء نادر في مجتمعاتنا. قلت لكم أن البعض من الإنسان يسوي مثله بس المعظم ما يسوي. الأغلبية ما تسوي. الأغلبية ما تكون عند هذا الوفاء. هذا الوفاء يكون عند البعض من البشر لكن يكون عند هاي الحيوانات. هذا الكلب الوفي بالمكسيك يدفع صاحبه ويعبر الشارع ووقف شاف سيارات ماكو عبر الشارع زين. هذا الكلب ضرب مثل بالوفاء. يا ريت هواي يتعلمون منه. خلي نختم بالتعليقات ونشوف ماذا كانت تعليقات الناس حول هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا في المكسيك. يقول او تقول ميادة ماكو كلام بحق هالوفاء. اوفى من هواي ناس اكلت وشربت بصحن وغدرت. اما احلام تقول هذه رسالة لبني البشر بان الحيوانات اكثر انسانية ووفاء من البشر مع الاسف. احمد يقول اوفى من البشر الذي يرمي امه وابوه في الشارع. علي يقول هذول حتى كلابهم أحسن من بشرنا. قوية هاي. آخر تعليق في حلقتنا لهذا اليوم من قبل زيد يقول أوفى من بعض البشر لو بالعراق هم عرقه هم جابل العراق. لو بالعراق كان هسه علي عذاب حاير بي. فعلا لو بالعراق كان هسه علي عذاب حاير بي بهذا بالكرسي وين يودي. مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة أقول لكم في مال الله.